أهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم زوم على القانون، والذي سنخصصه اليوم إلى للإجابة على الأسئلة التي وردتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الحصة التي خصصناها لموضوع الإفراج المشروط. وكل هذه الأسئلة سنجيب عليها في عدد خاص مع أستاذ القانون نجيب بطام بعد الفاصل. أهلا بكم في عدد متجدد من حصتكم زوم على القانون. هذه الحصة القانونية التي تهدف إلى إشاعة الثقافة القانونية وسط المواطنين وتوضيح كل الإجراءات والتوعية من بعض الجرائم، وهي الحصة التي تلقى رواجا وتفاعلا كبيرا وسط مشاهدي قناة الشروق نيوز، ونزولا عند رغبة مشاهدينا وتفاعلهم. سنخصص هذا العدد للإجابة على أسئلتهم بخصوص موضوع الإفراج المشروط. أستاذ بطام، أهلا بك في هذا العدد الخاص. أهلا وسهلا وبيك وبالمشاهدين الأفاضل. أستاذ، موضوع الإفراج المشروط كان يعني منذ أشهر، يعني منذ شهرين تقريبا، لكن كان له صدى كبير وكان هناك تفاعل وأسئلة بعد يعني بعد البرنامج، ونحن يعني إيمانا منا بإعطاء يعني المشاهد الفرصة لمعرفة بعض الأشياء خاصة الثقافة القانونية، ونلح في هذا المقام أنه ثقافة قانونية وليس استشارة، لأنه الاستشارات تجرى في مكاتب المحامين. فخصصنا هذا العدد للإجابة على الأسئلة. بداية قبل ما نذهب إلى الأسئلة وركن مستشاري، أستاذ، الإفراج المشروط، العفو الرئاسي، تشوف أنه مواضيع هذه عندها صدى كبير لدى المواطنين، كيفاش تشوفها كمواضيع وكثقافة قانونية أيضا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح، كما تفضلتي، هذه المواضيع أصبحت في السنوات الأخيرة يعني محل اهتمام وانشغال يعني عدد كبير من المواطنين، خاصة الأهالي نتاع الناس اللي تورطوا بطريقة أو بأخرى، بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، في بعض الجرائم واللي ترتبت عليها أحكام بسجنهم وبحبسهم فتلقاهم ساكن ديما يترقبوا يعني بصيص أمل للإفراج على ولدهم المحبوس ولا أبوهم المحبوس أو واحد من الأقارب انتحم. في هذا الإطار يعني التشريعات الجزائرية تراعي جانب نتاع الرحمة والرأفة بأبنائها. الدولة الجزائرية تراعي جوانب الرأفة والرحمة بأبنائها، خاصة غير مسبوقين واللي جنحوا عن طريق الصدفة أو الذين ارتكبوا أفعالا إجرامية ليست خطيرة، ليست على درجة من الخطر على النظام العام، على الأمن تاع البلاد، أو حتى بعض الحالات اللي فيها أضرار بأشخاص معينة. لذلك موجود في التشريعات الجزائرية، في قانون إصلاح السجون، موجود هذه تاع الإفراج المشروط، واللي سبق ودرنا عليها عدد، ولكن لقات تفاعل كبير، ومواطنين كثير، عائلات كثير تطلب الاستشارات، وفي بعض الإشكالات ما همش فاهمين. برك نثمن الكلام اللي قلتيه، الاستشارات لازم المواطن يفهم. أكيد. الاستشارات ما تتمج بالهاتف. أنا راني نتلقى عشرات مئات المكالمات في النهار كلها استشارات، يعني نقعد نخدم في الهاتف ما تصلحش. أكيد. يطلب منك مواطن استشارة في ملف عقاري بالهاتف، ما نقدرش نعطيك استشارة صحيحة، راني نغلطك لأني مانيش شايف الوثائق. أكيد. والاستشارات تتم في مكتب المحامي، روح للمحامي نتاعك وين تسكن، اديله الملف نتاعك، اطرح عليه الإشكالية وخذ وقتك. كاين محامين اللي يخلصوا على الاستشارة القانونية وهذا حقه. أكيد أستاذ. كاين محامين اللي يديروها لله في سبيل الله،
روح اطلب استشارة، ما خاب من استشار، لكن ليست في الهاتف. وحتى نحن نقول انه هذه الحصة يعني ليست استشارات قانونية. نعم. نعم. تخص كل القضايا، يعني قد تسقط هذه الاستشارات على قضية معينة. صح. ولكنها لا تخضع لحالة اخرى، يعني نحن هنا بصدد شرح. نعم. وتوجيه ارشادات. الحصة تاع 20 دقيقة ما نقدرش ربما ملف واحد باش نعطيك استشارة ونقعد معك ساعة ساعتين. اكيد كاين بعض الملفات نقعد معك ثلاث ساعات باش نعطيك استشاره، فما بالك حصه نتاع 26 دقيقه. اذا هذه حصه لاشاعه الثقافه القانونيه، نتكلموا في الاطر العامه، نتكلموا في الارشادات، كيف نوجهوا المواطن، كيف المواطن ما يغلطش، كيف يعرف حقوقه، ولي ديتاي التفاصيل روح المكتب المحامي تاعك ولا الموثق تاعك ولا كذا، هو يعطيك هذه خاصه الاستشارة. في مسائل الميراث، مسائل الميراث روح الموثق، هو اللي يقول كيف دير الفريضه، هو يقول لك الانسباك تقسم ماشي المحامي. واضح استاذ. طيب. شكرا جزيلا لك استاذ. اذا الى فقره مستشاري بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد في برنامج زوم على القانون وفي فقره مستشاري التي وصلتنا فيها عده اسئله سنحاول الاجابه عنها مع الاستاذ نجيب بيطام. استاذ، اول سؤال نراه يعني على الشاشه يتحدث يقول هل يوجد شخص بقي له 5 سنوات واستفاد من الافراج المشروط؟ يعني ممكن هذا عنده عقوبة وبقيت منها 5 سنوات. هو صيغة السؤال شوية، لكن يفهم منه أنه شخص قضى عقوبة وبقى له 5 سنوات في على العقوبة. ماناش عارفين شحال مدة العقوبة، لأن من شروط الاستفادة من الإفراج المشروط أحد أهم شروطها استنفاذ نصف العقوبة. درك هذا إذا مثلا عنده 12 سنة راهو عقب 7 باقي له 5 وتوافرت الشروط الاخرى اللي تكلمنا عليها في حصه اخرى. نعم. حسن السيره والسلوك داخل المؤسسه العقابيه، وان يكون الحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي فيه. يتقدم طلب الافراج المشروط لقاضي تطبيق العقوبات. واضح. نعم. استاذ، اذا نشوفوا ثاني سؤال عبر الشاشه يقول صاحبه متى يمكن إعادة طلب الإفراج المشروط بعد رفضه؟ هنا لما يكون طلب ورفض هل كاين توقيت؟ أعتقد في القانون ما كانش يعني الحالة هذه، ما كانش موش كما طالب رد الاعتبار. طالب رد الاعتبار وهذا ذكرني بعد نديروا له حصة مهمة. أكيد. جدا جدا مهم رد جداً. الاعتبار وما يعرفوهاش الناس، ما يعرفوهاش الناس، نخصوا لها حصة بإذن الله. له عدد بإذن خاص. الله عدد خاص تاع رد الاعتبار، واحد محكوم عليه وخرج كيفاش يرد الاعتبار. نعم. نفهموا فيها الناس، ومهمة ياسر ياسر ياسر، خاصة الناس اللي فات على الجناح اللي ارتكبوها 3 سنوات، نبهوهم يروحوا يصفيوا صحيفة السوابق القضائية نتاعهم. واضح أستاذ. إذا هنا ما كانش القانون ما حددش رفض لك اليوم، من غدوة تقدر تعاود طلب نتاعك بشرط يعني أن تتدارك الخلل اللي وقعت فيه في الطلب الاول، حتى ما تبقاش غير دير طلبات برك، تبقى غير دير طلب. اذا كان دير الطلب وترفض لك لانه وثيقه ناقصه ولا امر ناقص ولا ما خلصتش الغرامه المحكوم عليها ولا الاقساط للقسط الاول اللي حددوه لك رئيس المجلس ما سلكتوش، او السيره والسلوك لم تكن جيده. ثم ما يصلحش كي تعاود، ما تصلحش، لازم تزيد تصبر واحد العام ولا عامين وتحسن سلوكك داخل المؤسسه باش يعاود مدير المؤسسه يدير عليك تقرير ايجابي باش يعطيوك هذا الافراج. نعم. اذا نشوفوا السؤال الذي بعده. يقول السؤال من سبق له وان دخل للسجن مره وبعد 10 سنوات دخل لقضيه ليست نفس القضيه الاولى، هل يطبق عليه افراج مشروط؟ كيف هو الصيغه في الاسئله؟ معلش مواطن بسيط نفهم، انا حاولت نخلي الاسئله كما وضعوها. هل يستفيد ربما من اجراءات الافراج المشروط؟ نعم يستفيد من اجراءات الإفراج المشروط إذا توافرت. نحب ننبه الواحد الحاجة. أكيد أستاذ. كثير من الناس غالطين فيها. هذا الإفراج المشروط ماهوش حق مكرس. نعم. 100%. مثل العفو الرئاسي. مثل العفو الرئاسي، وقلنا باللي رئيس الجمهورية هو اللي يقره.
الإفراج المشروط مربوط بتوافر شروطه، إذا اختل أحد شروطه ما تديش. لازم المواطن يفهم، مشي معناتها أنت استنفذت نص العقوبة تقول من حقي ندير الإفراج المشروط، لأني درت طلب ما عطاوليش. كاين حاجة واحدة أخرى احنا ما نعلموهاش، يعلمها قاضي تطبيق العقوبات واللجنة اللي تدرس الطلب نتاعك، ولا سيما التقرير اللي يجي، التقرير اللي يجي على السلوك نتاعك، السلوك نتاعك ماكش منضبط، أنت لم تبدي استقامة في سلوكك في الحبس، قاعد تدير في المشاكل في الحبس، قاعد تتسبب في أمور في الحبس، قاعد ما تديش الإفراج المشروط. ما تديش. كاينة مسألة واحدة أخرى، كثير من الناس يعتقدوا كل الجرائم من حقك تدي فيها الإفراج المشروط، لا. في دراسة علاه داروا لجنة، اللجنة اللي تدرس. إذا أنت شخص خطير والجريمة التي ارتكبتها خطيرة جدا، أو سبق لك وأن ارتكبت جريمة خطيرة حتى ولم تكن من نفس المنوال، ارتكبت جريمة واحدة أخرى، فتسمح لي ما يعطيولكش، لأنك لم تبدي استقامة في السلوك تاعك. هذه الإفراج المشروط نعطيوها الإنسان اللي ندم، اللي تاب، اللي قال أني غلطت، أني تبت، وبدا سلوك مليح في السجن وسلك الغرامه نتاعو، وقلنا قلنا اللي موش هاي الدوله زاد سهلت، هاي زاد سهلت الانسان اللي ما قادرش يسلك الغرامه، واحد محكوم عليه ب 500 مليون غرامه ما قادرش يسلك، يروح الرئيس المجلس المحامي نتاعو ولا اهله ولا في الطلب نتاعو، يقول انا مستعد ان اسدد بالتقسيط، نعطيكم 100 مليون دروك، هذا واش عندي قدرت اللم، و 400 مليون عملوا لي عليها جدول، اذا قبلوا رئيس المجلس تستفيد من إفراج. هاي زادت الدولة سهلت، زادت الدولة سهلت في الإجراءات تاع الإفراج. بكري الناس واش يخوفها في الإفراج المشروط؟ تخوفها الغرامة. دونك ما كانوش عندنا بزاف طلبات تاع الإفراج المشروط. درك الدولة وزير العدل تدخل، وزير العدل الحالي تدخل وأعطى تعليمات وتوجيهات الآخر باش يسهلوا للمواطنين المحبوسين باش يستفادوا من الإفراج المشروط في مسألة الغرامة. علاش؟ علاش باش هنا ما أو ما قالش التعويض المدني تاع الضحية، هنا الدولة ما تدخلش بينك وبين الضحية. الغرامة وين تروح؟ تروح لخزينة الدولة. الدولة راهي تتسامح في تتنازل، موش تتنازل، تتساهل في تحصيل حقها. في السابق تقول لك والو، عندك مليار لازم تسلك مليار، وكان ما تسلكش مليار ما تديش، شكون يقدر يسلك مليار؟ اليوم الدولة سهلت في حقها، الدراهم رايحين للخزينة، طيب سلك شوية والباقي دير كالوندري، دير ان كالوندري جدول وتسلك، بصح لو كان تخرج وما تلتزمش بالجدول يعاودوا يردوك، حذاري في اللعب الامر. اذا ما كانش ما يمنع انه يدير طلب الاستفادة من الإفراج المشروط. نشوفوا السؤال الرابع، المحكوم عليه في قضية إصابة الأحياء هل يمكن يقدم طلب إفراج؟ يعني عادة لا يستفيدون، لا يستفيدون عادة، لا يستفيدون، اللهم إذا كانت العقوبة نتاعو دنيوية، يعني صغيرة خلاص تاع عامين ولا ثلاثة ولا كذا، يكون الدور تاعو بسيط ولا أول مرة ينضم لها العصابة ولا كذا، ربما ممكن. ولكن في الغالب لا يستفيد، لا يستفيد، هو التسمية برك نتاع نتاع الجريمة هذه، عصابة الأحياء وعاصمة وعصابة الأحياء، هذه عصابة منظمة وتدرج، يعني ماهيش مرة واحدة، منظمة وكل مرة تبث الرعب، والسلطات تصدت لها بقانون خاص، بقانون خاص، وهذه باش تتصدى لها كذا، ولازم إمكانات مادية كبيرة وبشرية كبيرة، وأعوان الأمن يعرضوا حياتهم للخطر باش يدخلوا بعض الأحياء وكذا، يعني هذو أعتقد أنه لا يستفيدون من من الآخر تاعهم، لأنه ما داروا له التكييف تاع عصابة الأحياء إلا وحقيقة فيه رعب وفيه خطورة عليهم، عليها تابعوهم بهذا الجريمة هذه، ما دارولهمش تكوين جمعية أسترار، عصابة الأحياء عندها نص خاص بها وقانون خاص بها بالنظر إلى خطورة الأفعال وخطورة الأشخاص اللي ينطويوا فيها. هذا لا أعتقد أنه يستفيد، ولكن لا 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 أقول مستحيل، ما قلتش مستحيل، قانون ما جاش، ولكن قلت الغالب أنه لا يستفيدون، خاصة أنه هنا في السؤال هذا لم يكن واضحا التهمة،
يعني ما هي بالضبط؟ هو كتب فقط عصابة أحياء، لو كانت واضحة وكان بإمكانك أن تعرف يعني العقوبة القصوى ممكن كنت سترد على عندها قانون خاص لعصابة الأحياء، عندها قانون خاص تكون في إطار تنظيمي محكم وترتكب أفعال على درجة من الخطورة على النظام العام وعلى أمن الناس وأمن الممتلكات داخل الأحياء، وتستعمل وسائل تاع الأسلحة البيضاء وأكرمك الله الكلاب وغير ذلك، تشكل خطر في الأحياء، عليها داروا لها قانون خاص. واضح. نعم. أستاذ، السؤال الخامس نراه عبر الشاشة، إذا يقول هذا السؤال: شقيق زوجي، أظن أنها امرأة، حكم عليه بعشرين سنة في قضية المخدرات وفقا للمادة 17 وغرامة 500 مليون، مكث 11 سنة وبقيت له 9 سنوات، هل يمكن يقدم طلب والغرامة كيف يدفعها؟ أنا في مشواري المتواضع ما سمعتش باللي واحد متابع بالمادة 17 واستفاد من الإفراج المشروط. هذه المادة 17 هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا. المادة 17 فيها 17 وصف، النقل والتخزين والتصدير، يعني تجارة المؤثرات العقلية، المتاجرة في المخدر، البيع والشراء للمخدرات، وكان حتى في إطار جماعة إجرامية منظمة. هذو الأفعال تاعها جد خطيرة، جد خطيرة، ولم يسبق لي وأن سمعت أنه شخص متابع بالمادة 17 ومدان بالحكم النهائي واستفاد من الإفراج المشروط. رغم ذلك يعني في المادة 17 رغم الصرامة نتاعها والشدة نتاعها والشدة نتاعها، إلا أنه تقدر يعني على حسب الملابسات وكذا يقدر صاحبها يدي 3 سنين. ففي تقدير المتواضع 3 سنين يعني ليس على درجة خطيرة جدا جدا، لأنه حتى الاجتهادات الأخرى تاع المحكمة العليا باش تطبقي المادة 17 ما تطبقيهاش على حالة واحدة، ماشي واحد أول مرة يروح يبيع كمية دير له أنت المتاجرة. لكن المحكمة العليا في عديد عقوبة مشددة، في عديد من القرارات المحكمة العليا تقول الاعتياد حتى اكتشفت صفة البائع تاع المخدرات في الحي ولا في غير ذلك. فلا اعتقد يعني الغالب تاع الحالات 17 ما يديوش، المادة 17 خاصة هذه الحالة أستاذ راك تشوف 11 سنة بقيت 9، يعني حكم عليه 20 سنة، حكم عليه 20 سنة، هذه تكون قضية كبيرة كبيرة وعلى درجة من الخطورة، وحتى نشوفوا الغرامة 500 مليون مكتوبة. نعم، وعلى درجة كبيرة من الخطورة، هذه لو كانت تسألي على الكمية نتاعها تلقايها ربما بالعشرات الكيلوات أو قناطير، عليها يمشيوا يديروا لهم 20 سنة، يعني على درجة كبيرة من الخطورة. نعم أستاذ، نشوفوا آخر سؤال في هذه الحصة. هل يمكن تقديم طلب؟ هو يدير طلب ولكن يبقى اللجنة هي اللي تدرس وتقبل ولا ترفض. نعم. السؤال الأخير توجور زوجي، يعني امرأة أيضا، زوجي حكم عليه بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و100 مليون غرامة في قضية مضاربة ومكث 2 عامين في الحبس، بقي له 3 سنوات أخرى، هل يمكن يستفيد؟ يعني دائما شوفي، ربما نقول لك كلام ما سبقليش وقلت، صدقيني في القضايا تاع المضاربة اللي عالجناها كثير من الحالات ما نقولكش فيها ظلم، ما نقولكش فيها ظلم، لأن القانون واضح، أدنى عقوبة هي 7 سنوات، ما نقولكش فيها ظلم، ولكن فيها قساوة كبيرة في العقوبات، قساوة كبيرة، على 10,000، على 100 دينار، دير له 10 سنين حبس، ويدي تكلمتها وديما نعاودها، وما كانش قضية نتاعي أنا، هذه أخت السيد اللي جاتني، باع مسكين شكارة تاع دقيق، هي تسوى 400 دينار، باعها ب 500 دينار، حكموه متلبس، جاو من زي مدني ودخلوا ليه، كان دقيق كان دقيق، شحال شكاره؟ قال لهم 500 دينار، اعطينا شكاره، هو مقنن السعر 400 دينار، اعطاهم كيس دقيق، هو اعطى لهم ليمونات تركبوا في يديه. للاسف استاذ، فقط حتى لا اقطع كلامك، يعني نظن انه تجديد العقوبات في قضايا المضاربه خاصه القضايا الاولى كان من اجل الردع، لانه المضاربه يعني كانت يعني مشكله عويصه للمواطن اللي عانى منها كثيرا خاصة في السنوات الأخيرة. ما ننسوش أنه شكارة الحليب اللي نشوفوا قيمتها 2500 فقط أو 10,000 بالنسبة للمواطن بسيط،
عنده أولاد مهم جدا أنه شوفي. ما يقتنيش شكارة حليب مثلا بالعامية مع سميد، أو يجبره البائع أنه يبيع له الحليب مع الرايب أو الحليب مع السكر أو مع القهوة. يعني كانت هناك يعني الوقائع للأسف احنا أكيد نشوفوا نشوفوا 100 دينار، لكن المضاربة ما فعلته في شوفي المجتمع. شوفي الكلام تاعك اللي تقوليه صحيح، وأنا تكلمت في لقاء عرضي غير مرتب له مع السيد وزير العدل سي عبد الرشيد طبي، تلاقيت معه وتكلمنا في الموضوع، وهو أيضا يبدي يعني نوع من مش راح نقول لك تحصر ولا كذا، ولكن متفهم جدا لهذا، ولكن قال لي للضرورة أحكام، للضرورة أحكام. المضاربة دارت ما دارت في الجانب الاقتصادي تاع البلاد وفي القدرة الشرائية تاع المواطن البسيط مسكين، ما عادش يلحق لا على دقيق لا على قرعة تاع زيت، لا ما عادش يلحق. فتوازن المصالح بين المصلحة تاع كذا والمصلحة العامة تاع المجتمع قال كان لابد من إصدار هذا القانون لردع هذه الظاهرة، ودارت النتائج دارت، ولكن هذه صارت لها كي تسونامي دات صحيتي بارك الله فيك، قاست كثير من الناس يعني كلام انا نقوله انا نقوله، لكن السلطه التقديريه ترجع للقضاة الذين يطبقون القوانين، محكومين بالنص القانوني، لكن يملك سلطه تقديريه انه مثلا هذا المتهم بالمضاربه المضاربه تاعو ليست يعني ليس بارونا وليس كذا وليس ما يقدرش يهبط له تحت 7 سنين. ها المشكل وراه اوكي، خاصه في المواد المدعمة اللي تدعمها الدولة، الزيت والسكر والدقيق، ما يقدرش القاضي مربوط بنص قانوني. المحكمة العليا تتمنى يعني باش يعاود يردوا باش تعود خلاص دوك دارت الاخر حقت النتيجة تاعها، الحملة اللي درناها عامين وحنا في تطبيق هذا القانون ولا ثلاثة دارت الأكلة، ولكن بزاف تجيبي أنت شاب صغير مقتبل العمر خرج من الجامعة بالماستر وعلى جال 10,000 دير له 10 سنين، أنت حطمته. ماهيش هذه السياسة العقابية، هدف السياسة العقابية هي الإصلاح المجتمع وليس إعدام المجتمع. تسمح لي أنا في هذه تسمح لي كلمة حق نقولها أكيد أستاذ. والوزير سي عبد الرشيد الطبي متفاهم الوضعية هذه متفاهم، ولكن حتى هو أمام سندان القانون اللي داره المشرع، ولكن أتوقع أنه فيه ليونة مؤخرا، وكاين قرارات تاع محكمة عليا راهي تعاود ترد القضايا باش القضاء يعاود يتصدى للناس يعاودوا يبسطوا في بزاف بزاف 10 سنين لا سيما اللي ارتكب مره واحده ارتكب دير له 10 سنين. هذا راه عنده ولاد صغار، شكون اللي يهز ولاده؟ احنا علاش اضرب للجيب دير له عامين واعطيه بغرامه دير له مليار غرامه وعسو دير له عامين معقول، ولكن 10 سنوات انت قضيت على هذا الشخص وقضيت على الأسرة تاعو. وأنا نتكلم على الحالات الإنفرادية، لا أتكلم على من اعتاد المنظمات تهريب ولا تهريب، الدولة تجيب دقيق من الخارج والسكر تدعمه باش المواطن يقدر يشريه، أنت تراح مداير لي 10 سيارات تهربوا عبر الحدود وفي في الجماعات تاع التهريب، نو ما نتكلمش، هذو ضعف لهم العقوبة، هذو دير لهم 20 أكيد، خاطر هذو هما المضاربين تاع صح حقيقيين، ماشي المضارب اللي يبيع شكارة حليب واللي يبيع قرعه زيت واللي يبيع شكاره دقيق واللي يبيع. عندي حتى واحد القضيه يعني حرت فيها جاج مجمد تدير له المضاربه في سطيف وتدخله 7 سنين. اسمح لي، الجاج المجمد ماهوش بضاعه اجنبيه وماهوش مدعم، وجمدوا في لي ديبون تاعو باش يبعثوا للصحراء، تجي تدير له المضاربه وتدير له 7 سنين. اسمح لي هذه لازم المراجعه. كانت هناك اشكاليات في تطبيق هذا القانون. انا معك في تشديد العقوبات على المهربين، على الذين يعتادون هذيك حرفتهم، هذو اللي هلكوا الاقتصاد الوطني، راني معك شدد، بصح مواطن بسيط كما حاله الطالب هذا مسكين لا دير له 10 سنين. واضح. نتمنى ان شاء الله تكون فيه مراجعه، هاد الدوله راهي ترحم في ولادها في الافراج المشروط وكذا، ينتبهوا شوي لهذو تاع المضاربه، لانه لا هي جرائم اخلاقيه ولا هي جرائم يعني ضد امن الدوله. صح سي فري تقيس الاقتصاد ما نكروش، ولكن اضرب في الجيب. واضح استاذ. هذا اللي دير له 7 سنين، دير له 7 ملاير، خليه يعيش حياته كامل هو يخدم يسلك خزينة الدولة. أكيد واضح. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ على كل هذه التوضيحات. إذا مشاهدينا لنرفع الجلسة بعد الفاصل.
إذن رفعت الجلسة مشاهدينا. أستاذ آخر كلمة باختصار، إحنا اليوم كان موضوع خاص هو الإفراج المشروط، عودة لهذا الموضوع، نصيحة لمرتكبي الجرائم على اختلافها. أنا ديما نقول كل بني آدم خطاؤون وخير خطائين توابون، يعني الإنسان اللي غلط مرتكب جريمة سواء عرضي ولا متعمد فيها، أن يستقيم في سلوكه أثناء فترة أداء قضاء عقوبته في الحبس، حتى يستفيد من الإفراج المشروط. والحاجة الأخرى اللي نتمناها من الجهات المعنية اللي هي الجهات القضائية، قاضي تطبيق العقوبات واللجان اللي تدرس الملفات هذو، أنه يزيدوا، صحيح فيه سهولة، يعني ما كان سهولة أكثر من هك، أكيد، ولكن رغم ذلك ربما ندير حاجة وراح نتلقى وابل من الانتقادات في لو كثير. يعني درك في المادة 17 كان لأول مرة غلط، لأول مرة، لما لا ما نقولكش أعطيه نقص حاجة صغيرة، عساه يتوب. أما الذي درج ما تنقصلوش هذيك حالة واحدة. واضح أستاذ، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله وحفظه.